من يدعو إلى تقارب الأديان أو إلى وحدة الأديان، هل يكون في ذلك خلل في عقيدة الولاء والبراء بالنسبة له؟ هذا أصلاً ما هم مسلم، اللي عنده الأديان سواء ويدعو إلى وحدتها وأنها كلها سواء، هذا ما هم مسلم. يعني ما يميز بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك وبين المؤمن والكافر، هذا ما يجوز ولا يقول الكلام هذا مسلم. نعم، قد يكون إنسان جاهل أو يسمع ويقول ما يقوله الناس، ولكن اللي يقر هذا ويعترف به هذا ليس بمسلم. نعم.